آغا؟ أنا سمعت صوت جاي من برا. معك 10 دقايق لتطبي أغراضك وتنقلعي من هون. عدنان ابن فاطمة هو أمي. ليش واقفة عندي؟ لسه بكير ليطلع الصبح. تعي على اوضتك، تعي. اغا لا تخلي خطيتي برقبتك. شو اعمل بحالي ولوين روح؟ ما رح تضب اغراضك. مو نلعب بلا هون. أغا وقف. أغا بوس إيدك. تراسي أغا يلا. أغا بوس إيدك. أغا دخيلك لا تلعني. ولا كلمة وليه؟ مالي ذنب بنوب. عدنان شو عم تعمل؟ مرت عمي ساعديني دخيلك، أنا مالي ذنب بأي شيء. بدي يقلعني احكي لك شي كلمة. يلا عدنان وقف. مو ليلى اللي لازم تنقلع لبرا. أمي بعدي من طريقي. مرت عمي مرت عمي. متأكدة إنه من تحت راسكن صار اللي صار هلأ؟ ها؟ شو عملتوا لحتى خليتوا عدنان يعصب كل هالقد من ليلى؟ ردوا علي. مين قطعهم؟ مين اللي قطعهم؟ وحدة مجنونة. شوفوا شلون قطعت وشقفت تياب حفيدي الصغير. أمي ما قطعتهم. خالي ليلى قطعتهم. هي بتعمل اللي بتعمله وبعدين بتطلع على أمي المذنبة. أنت كذابة. مشان تحمي امك المجنونه مستعده تعملي اي شيء. انتوا دمرتوا البنت، انت وامك دمرتوا البنت ودمرتوا عدنان. عدنان
عدنان ابن فاطمة هو. شو؟ انت شو اللي عم تحكي؟ مو ابنه، هو ابن فاطمة. عم تحكي حكي مجانين مرت عمي. خدي امك ونيميها. تعال. بس ابن فاطمة هو. مزبوط اللي عم قوله، هيك مكتوب. عدنان ابن فاطمة هو. أغا تقبرني، أغا دخيلك. امشي أغا. إلعي لا عاد تورجيني خلقتك. يلا رح تشارك. قول خد احكي لها. شوف قص بستوني. قص لا تقولها. علي شو رأيك تقوم عند الطاولة بقى؟ خلصت كل مصاريك؟ ماشي شباب، بتمنى لكم التوفيق. هيك لك، هذا ابن عائلة كرمان، على أساس مصاريكم كتيرة. شبك مرعوب من اللعب؟ أكيد بتعرف إنه نحن عقد مالنا زناجيل ما منهاب شي. بنفتح لك حساب، بلش. يلا. فاطمة، أنت قايلتي لها شي؟ معقولة يعني أنا أحكي لها هيك شغلة؟ إيه، كيف هي عرفت هالقصة؟ أكيد ملك ما بتعرف بالغيب. معقولة تكون سمعتنا ونحن عم نحكي يا ترى؟ شو بدنا نعمل هلأ؟ ملك عقلة مانو براسة أصلاً، إذا حكت ما حدا رح يصدقها. شو ما سمعتي اللي قالته ستي لورين؟ لك مو خايفة هلأ، خايفة بس يرجع عقلة لراسة.